النهارده باهميه السيفتي في الحياه. احنا عايزين السيفتي كسلوك لينا احنا مقتنعين بيه ومؤمنين بيه. يعني طالما هو شغال في المعمل لو بيجر اتكسر منه، ليه بيجر اتكسر؟ يبقى لازم هو ياخد الاجراءات في الاول اللي تساعده على ان هو يشتغل في امان، لان البيجر ده لو فيه كيميكالز وفي مواد ممكن تاثر على الصحيه او تاثر على زميله او تاثر على البيئه المحيطه بيه. فلذلك دايما الرغبه بتاعتنا لازم تتغير. وأول حاجة عشان نحافظ على السيفت بتاعنا أو على حياتنا لازم نغير تفكيرنا في الحياة. لازم قبل ما أعمل أي شغلانة أو أي حاجة لازم أفكر مرتين ثلاثة، إيه المخاطر اللي ممكن تكون في الشغلانة دي اللي أنا هعملها. أوكي. That's about the foundation, that it is clear. The last topic of the agenda for me is just to talk about the commitment and the strong link we have with the university. We will continue participating with the university in the programs that are aimed to have students more prepared to read to the work out there. أنا دلوقتي أختم العرض التقديم بتاعي بحاجة مهمة جدا، وهي التعاون ما بيننا وما بين جامعة أسيوط. التعاون دوت هيستمر وهيفضل موجود، ونحن هنعمل إن هو يفضل في نجاح مستمر، لأن إحنا بنهدف أساسا إلى تحضير الشباب الموجود دلوقتي إن هو يبقى قادر على إن هو يتكيف مع متطلبات سوق العمل، ويبقى عنده المهارات الأساسية التي تدعمه إن هو يقدر يشتغل في الوظائف المعروضة حاليا في السوق.